مساء الخير. معقول؟ معقول ما عرفتوني؟ أنا الراوي تبع القصة. شبنا؟ إيش ولحقتوا تنسوني؟ لا لا، أنا ما رحت لمحل، كنت هون كل الوقت، كنت عم راقبكن، راقبتكن كلكن كتير منيح وتفرجت عليكم من بعيد. بالمناسبة أنا أجيت لأخبركن أخبار كتير حلوة. أول خبر هو إنه في باب طلع من المشفى، وكل نتائج التحاليل يلي عملها طلعت طبيعية، وقريباً جداً رح يرجع أحسن من الأول. بس يا ترى مين المسؤول عن الحادث يلي صار؟ بالنسبة للست ريما، هي متأكدة إنه المسؤول عن حادث فيباف هي مانفا. وبعد ما تعافى فيباف ورجعت صحته أحسن للأول، برأيكم ريما رح تنسى وتبطل تحقد على مانفا أو رح تكمل حقدها عليها؟ هلأ رح نتفرج. اسمعوا، الكل مبسوطين إنه فيباف تعافى، وبهالمناسبة كلهم عملوا احتفالات بعد ما طلع من المشفى وراحوا لعنده على البيت لحتى يهنوه بالسلامة. وهلأ تعوا حتى نشوف شو صار معه. مدام سوهاز، انت تعبانة؟ ليش وقفتي رياضة؟ ايه حل عني، ليش عم تحكي هالحكي هلأ؟ هلأ هي بتجي. شو عم بتقولي؟ السجان رح يجي؟ شو؟ أنا ما حكيت هذا الحكي. لا ما حكيتي هيك، بس كنتي بدك تقولي هذا الحكي، ما هيك؟ مبلا أبدا، لا مبلا قلتي بعقلك. ما كان قصدي إنه هي السجان، بس إنه شو؟ ها؟ شو؟ مو السجان، هتلر. شو؟ هتلر؟ هلأ ديبتي صارت هتلر؟ خلصنا بقى، حاج تزعجني بأسئلتك اللي ما لها طعمة. لا تعصبي هيك، كنت عم بمزح معك. بابا، ماما، أنا طالع. لوين؟ وليش أنت طالع بكير؟ لأنه عندي اجتماع مهم كتير اليوم، وبعدين بدي أروح على المكتبة من هنيك دغري. يعني شو رأيك نعمل على العشاء حلويات؟ ليش؟ اليوم حابين نحتفل. أوه، بس أنا ما رح أقدر أجي اليوم على العشاء. ليش؟ في باب عامل حفلة. يا حرام، معناتها رح تروح عليك أكلات كتير طيبة. ها؟ أنت ليش ما عم تفهم علي؟ قصدي اليوم رح يكون في كتير أكل مو نباتي. بلا، في رح نطبخ كم طبخة مع خضرة. شو؟ ليش حدا عنده مشكلة مع برنامج الأكل؟ مين بيسترجي يقول إنه عنده مشكلة؟ وقت بناكل سمك بزيد البروتين عنا كتير.